بعض المرات كيوقعوا شي حوايج فوق من الطاقه ديالنا اللي ما كنتمناوهمش وكنشوفوهم شر، ولكن مع مرور الايام كيتوضح لينا، او حتى من بعد مرور سنوات عاد كنفهموا ما وراء ديك الحاجه اللي لو كان بقات لينا ما كانتش غادي تزيدنا شي خير في حياتنا، وغادي غير تعذبنا وما تصلحش لينا، وفي البعد ديالها خير كبير لينا. غير هو في حكايتنا الليلة النهاية ديالها طريقة باش بعدات ديك الحاجة كانت غير متوقعة. داكشي باش غادي نقول لكم، بقاو معايا باش تستافدوا من عبارة الليلة. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي ليك، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه واحوالكم طيبه كيف العاده، المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد اينما كنتم. قبل ما ندخلوا في حلقه الليله ما تنساوش انكم تضغطوا لتحت على داك زر الاعجاب اللي ما تيكلفكم حتى شي مجهود واللي تيدير معايا فرق كبير وتيفرحني. فخير ما نتعطلش عليكم اكثر ونقول لكم يلا لنبدا. انا جيهان، حليت عيني في مدينه صغيره وسط عائله اللي هي عاديه. الأم ديالي اللي تزوجات على 17 سنة بالأب ديالي، اللي تعرف عليه عن طريق عائلته عند خالتي. المهم غادي يتعرفوا غادي يتزوجوا. من بعدها ماما حملت بيا وبابا غادي يحرق، وأكيد عانت ماما بحكم أنها كانت ساكنة مع العائلة ديال بابا في الغياب ديالو. غادي نتزاد وغادي نكبر وكنت نعرف بابا غير من خلال التليفون، حتى دات واحد 6 سنين وعاد غادي يجي. في الأول ما تقبلتوش أنه يكون معانا لأنه ما كنتش مولفاه، كنت مولفة باه اللي هو جدي. المهم بقيت شويه بشويه حتى ولفتو، كانت يمشي وتيجي. عشت واحد الطفوله اللي هي عاديه، وكنت انا هي البنت اللي كانت كتقرا مزيان في العائله وكتجي هي الاولى. كنت في المراهقه ديالي شابه مهدنه، لدرجه فاش نجحت في السادس ابتدائي كان واحد الاعداديه وسط المدينه اللي كنت كنسكن فيها، واللي كانوا فيها بنات اللي هما قباحات. فبقيت نبكي على ماما بلي انني ما بقيتش ديك المدرسه، وفضلت مدرسه واحده اخرى اللي كانت حدا دارنا، واللي كانوا تيجيو ليها ناس من مناطق جبليه بحكم انه المدينه فين تنسكن مدينه صغيره، فتيجيو الناس من ديك المنطقه تيقراو تما، كيكونوا باغين غير يقراو. انا غادي نقرا فيها، واستمريت في الاجتهاد ديالي، وكنت كنجي انا الاولى، وكنت عزيزه عند الاساتذه. غادي ناخذ الباك ديالي وغادي ندخل لواحد المدرسه حكوميه في نفس المدينه، لانه بحكم غير انا اللي عند والديا فما قدرتش انني نبعد على ماما. ولكن قبل هذا الشيء كله غادي نرجع معكم، هو الاول للصيف ديال السانكيام فاش كانت عندي 17 سنه. كنت خارجه انا وصاحبتي واحد النهار، حتى جا عندي واحد الشاب من السيكتور وقال لي بغيت ندوي معاك، كتعجبيني، عافاك خلي لي النمره ديالك بلا ما ندوي معاك بزاف هنايا لانه غادي يشوفونا الناس وغايقولوا شي حاجه ما هياش. المهم انا عطيتها ليه وبقينا كنتعرفوا وكنهضروا، وهو كان تيقرا في مدينه واحده اخرى. استمرينا على الحديث اللي كان يومي حتى ولفتو في حياتي. غادي يبدا العام ديال السيزيام ودخلت قريتو، واذا كانت عندي ساعه خاويه تيجي لعندي، واذا كنت مثلا قاريه مع 4 تنقول ماما الله يسمح لي بلي انني قاريه مع 2، الله يسمح لي. صراحه ما كنتش كندير معاه شي حاجه خايبه نهائيا، ولاني تيبقى الكذوب شي حاجه ماشي مزيانه في حياتنا. ما كنتش ناضجه انا ذاك فيما فيه الكفايه، وانا ذاك ما كانش حب، كان فقط طيش. المهم ولفتو بزاف وتنبغي ديما نشوفو معايا، حتى لواحد النهار قال لي شوفي يا جيهان، راني دفعت القرعه ديال واحد الدوله وراه تقبلت فيها، وراني كنجري دابا مع الوراق. انا ذاك ما تقبلتش هذه الفكره لانني كنت متعلقه به، ولكن بقيت كنصبر راسي وكنقول ماشي مشكل. غادي تعكسوا لي الاوراق في القنصليه ديك السنه وجلس. هو كان ديما كيقول لي راني بغيتك المعقول، بغيتك الزواج، راني بغيت ندوي مع ماماك وان شاء الله غادي نجي لداركم باش نخطبك، تسنيني غير نقاد الامور ديالي. فاش ما تيسراتش لي الامور لديك البلاد مشى لمدينه واحده اخرى، بما انه عنده ديبلوم في الفندقه فغادي يخدم في واحد لوطيل، وبقيت على تواصل به، مره مناقشين مره مضحكين، حتى لواحد النهار قال لي عافاك جيهان دوزي لي ماماك بغيت نهضر معاها ضروري. في الاول ترددت، وفي الاخير وقفت عليها وقلت لها ماما عافاك راه واحد السيد بغى يدوي معاك هاكي. الو نعم شكون؟ الو خالتي لاباس عليك، راني كندوي مع بنتك وراني بغيت نتزوج بها، راني يلاه بديت في واحد الخدمه غير نستقر فيها وان شاء الله يكون خير. ماما كانت الصديقه ديالي قبل ما تكون ام ليا، تقبلت الامر وقالت ليه واخا ولدي مرحبا، ولكن عندي شرط، ما تلاقاوش وكل واحد يبقى في الحدود ديالو. طبيعة الحال غادي نفرح، وما قدتني فرحه وزدت ثقت فيه حيتاش دوا مع ماما، كانه طمأني انه هاد العلاقه راه غدا في المسار الصحيح ديالها. بقيت مكمله انا وياه، وهو كان من النوع اللي هضرتو قاسحه وكتجرح، بحال شوفي حالتك كيفاش دايره ولا وجهك كيفاش داير. المهم غادي تيسر ليه الامور من اول وجديد، وقال لي بلي انه جا الوقت فين انه غادي يمشي لديك الدوله، وهنا غادي يبدا كابوس جديد في حياتي
نتاع انه غادي يمشي وما غاديش نبقاو نشوفو. وانا كيف ما تيقولوا انا ذاك كنت متيمه به. غادي نتلاقى به النهار قبل ما يمشي، سلمت عليه وقال لي تهلاي في راسك، وبقى كيوصلني بلي انه عندنا الفرق نتاع السوايع كبير، غادي يكون هو فيهم خدام وكيقرا وانا غادي نكون فيهم ناعسه. يعني قال لي عذريني وما تبقيش تضغطي عليا بزاف. وبما انه انا مازال انا ذاك كنت صغيره وطايشه والاحاسيس ديالي غالبيني فما كانش عندي العقل. اسبوع من بعده وانا تنبكي، غادي تعيق بيا ماما وسولتني وعاد قلت لها السبب اللي خلاني انا نبكي لمده كامله. كل مره كنت كندوي معاه كانت تاثر، وانا ذاك كان عندي الباك، كان هو تيطمئني وكان تيشجعني وكيقول لي راه كيف ما عندك امك عمرها ما غادي تبدل عليك، وكذلك باك حتى انا حسبيني منهم عمرني ما غادي نتبدل عليك، ولاني عفاك جيهان اعطيني شويه ديال الوقت وما تضغطيش عليا حيت انا مزير، وديها في قرايتك وقراي كتوبه وتقفي راسك. شديت الباك الحمد لله وبديت كنحس بالفراغ ديالو انا ذاك. كيفاش كنت مولفه نهضر معاه ونسهروا حنا مجمعين ما بين ليله وضحاها، ولينا كنهضروا مره في النهار، واذا هضرنا انا ما بقيتش متقبله داك الوضع الجديد وديما مخاصماه علاش ما دويتيش معايا، وهو تيقول لي بلي انا ما مساليش، وكنبقى تابعاه وهو كيبعد مني. تيبدا تيغوت عليا، وبما انه انا انسانه حساسه بزاف ودوك الاحاسيس وكنبقى كنسول علاش وكيفاش، وربما كاع ديك الهضره الا دكات ليا ما عجبتنيش كتبقى سيمانه كتطلع وكتنزل فيا وكتدور ليا في راسي. اذا قال لي وصافي سيري في حالك صدعتيني اوف ويقطع عليا كنبقى كنبكي وكنشهق. هذه هي كانت شخصيتي. من بعد هو مع الوقت بدا كيزيغ واحد شويه، غادي يشري لي تليفون جديد وغادي يشري لي طوموبيل وترسم في واحد الخدمه، حيت واخا كان صغير كان دمار وكان تيكافح. كان عايش مع دراري مغاربه تما، فبدا معاهم في البلية وفي الصهير وفي الحانات والبنات، وانا داك الشيء صراحه ما كانش كيعجبني انا ذاك. مادام نويتي معايا المعقول فانا ما بغيتش شي راجل بحال هكا. هاد الفتره باقا مازال كنعقل عليها بزاف، كنت ديما علاش شربتي علاش سهرتي مع من دويتي ومع من خرجتي، ولا تيدير واحد التصرفات ديال المراهقين، ها هو كيطلع لايفات مع البنات في دوك الجروبات نتاع الجاليه. واخا كنت انسانه حساسه وغالبه على العاطفه الا وانني كنت بعقلي ودوك الحوايج ما كانوش كيغروني، وعشت على قناعات في حياتي. فاش تنلومو تيقول لي مالني راني ما درت حتى شي حاجه خايبه ولا شي حاجه تيعاقب عليها القانون، هذه حياتي ندير فيها ما بغيت. لدرجه واحد النهار غادي يقرب رمضان وبغيت نجربه، وقلت ليه شنو بان لك فلان ما ندويش في هذا الشهر كامل ديال رمضان ونتفرغوا للعباده. قال لي اها احسن حاجه غادي تكون، مع العلم انه كان تيدوي مع البنات في الجروبات. وشحال بكيت وشحال شاقت. جا واحد النهار اللي قالت لي ماما واش بغيتي نخرجوا، قلت لها بلاتي غير بيد ما يأذن العصر ماما غادي تمشي عند خالتي اللي كانت ساكنه حدانا حتى نلحق عليها. عيطت عليها يلا نخرجوا حتى غادي يصون عليها تليفونها. الو السلام عليكم انا فلانه الام ديال فلان، واش انت في الدار؟ اييه مرحبا راني غير دويت معاك باش نقول لك بلي حنا جايينكم دابا في الوقيته نتاع الكوتي. ماما توترات وما عرفاتش شنو غادي دير، طلع ليها الدم وسولتني واش فراسك هادشي؟ لا ما فراسيش. وما نكذبش عليكم حنا ناس اللي هما على قد الحال، ما كان عندنا والو انا ذاك في الدار غير الخبز والزيت واتاي، ما كانش شي حاجه اللي نضيفوا بها الناس. هادشي اللي خلى ماما انه ما يعجبهاش الحال، وبالخصوص انا واحد جارتنا كانت فراسها وما قالتهاش لينا. ماما بقات تقول لي علاش ما تقولهاش لينا وحشومه وشنو دابا غادي نحطوا للسيده. جات دقات علينا هي وجارتها وجايبه معها كرتونه ديال السكر والتمر والحليب والحنه، داكشي التقليدي اللي تيجيبوه الناس فاش كيرشموا البنت هي جابته. هاد الخطبه المزروبه باش تعرفوا كيفاش جات وقعات النتائج، انه هضرت الناس كثرات عندنا في المدينه حيت كنسكنوا في المدينه اللي هي صغيره، والام ديال هاد السيد كانت فيها الهضره بزاف، راه فلانة غادي نخطبوها لولدي، والخبر تما كينتشر بسرعه ومازال ما كان والو. فانا ما عجبنيش الحال ودويت معاه، اذا كنت باغي المعقول صيفط امك، اذا مازال خلينا نسدو هذا الباب، حيت الام ديالك راه نشرت الخبر عندنا في المدينه وكتسول عليا ودارت لنا اشهار ومازال ما كاين والو. الاحداث سبقوا الموضوع انا ذاك، فما عجبنيش الحال وقلتها ليه. غير هو ما قالش لي بلي انه هذا النهار الفلاني غادي يجي عندكم، داكشي باش تفاجئنا. استقبلناهم جلسوا فرحانين وانا مشيت تنجري الباتيسري، جبت واحد شويه شويه من كل حاجه باش نعمروا الطبله حتى غادي تسلط علينا واحد السيده وحده اخرى غير باش تبرقل. جات ودارت سبه بحال زعما كتقلب على خالتي عندها في الدار، وما لقينا ما نديرو دخلناها، وانا مازال من تحت تاثير الصدمه ديال مولي جات رسميا لدارنا باش انها تخطبني ليه، وهذا الشيء اللي هي غادي تقول لماما. قالت لها ماما سمعي فلانه اذا هما مفاهمين الله يسخر. قالت لها ماما هي غادي تدوي مع باها حيت كاين في الخارج عليا انا، وان شاء الله يكون خير. دويت مع بابا وكان الرد ديالو الله يكمل بالخير، وغادي ينتشر الخبر بلي راني تخطبت ومبروك مبروك حيت جاتك الجاره نشرت الخبر.
وتمو. وهنا فين كاين السر ديال وقضوا حوائجكم بالكتمان. ولكن درجات الامور عكس الاراده ديالي تماما، كل شيء بقى عليا مبروك ما مبروك، ماما كتقول لهم وراه مازال ما كاين حتى شي حاجه، راه حنا يلا في فتره التعارف، ولكن اللي متبوع راه متبوع. انا بقى مازال كنعقل من صغري، وهما وشوف راه كتقرا مزيان، وشوف راه والله الا خدات الباك ايوا راه خطبها فلان، راه كاين على برا وغادي يديها ويبرعها. ايوا شفتي هذا هو السعد الزين. الهضره اللي كنت نسمع راه ما يمكنش، ايوا اختي غادي ديرنا شي عرس زوين، وامتى وهو كيدير فلان واش لاباس عليه. المهم الامور كدوز وكدوز الايام، وبداو كيجيو الاعياد، امو كتجي عندنا بمناسبه ولا حتى بلا بها وكنستقبلوها، وهنا غادي توطد العلاقه ما بيناتنا. هنا غادي تجي مرحله كورونا اللي معها مرحله واحده اخرى من حياتي، هو كان تيوجد باش انه يدخل المغرب، ولكن سدوا المطارات وحبسات الحركه في العالم وما تلاشجا. داز واحد الفتره نتاع الحجر الصحي وهالمرض وهاللي مات، وانا تأزمت نفسيا لانني كنت انسانه ماشي بيتوتيه، خاصني نخرج وصاف. غادي تفوت هاد المرحله، والسيد اللي كان ديما خدام وناشط والحيوية وديما نصون عليه كنلقاه هاز طوموبيلته وغادي لشي بلاصه، ولا ديما شاد غير الفراش وديما مريض. ضرني ظهري فيا السخانه، ضرني المفصل ديال عظامي، وانا ما بقيت فاهمه والو. تنقول انا راه غير مرضى وغادي تفوت، شرى الدواء على امل انه يولي بخير. بقى على داك الحال لمده 20 يوم، تنقول ليه سير للسبيطار، لا ماشي شي حاجه خايبه ما كاينلاش. حتى لواحد النهار صونات عليا ماما، قالو بنتي لاباس عليك، واش فراسك شنو كاين؟ لا راه فلان بغى يدخل المغرب. قالها ليك؟ ويلي بصح لا ما قال لي والو. ايوا ما تقولي لي حتى انتي حتى شي حاجه. حتى غادي صوني عليا وقال لي راني جاي المغرب، وبدا كيخرج كيتقدى باش يجيب الهدايا معاه، حتى غادي يطيح ليهم لصحابو سخف في الدار عندهم. داو للسبيطار كنصيفط ليه ما كاينش، كنصوني ليه والو. واحد صاحبو كان عندي في الفيسبوك غادي نسولو راني تنصوني على فلان، وما تيجاوبنيش واش لاباس عليه. لا راه كلشي بخير، غير هو مريض واحد شويه، ديناه للسبيطار دوزو ليه ودويت معاه، وبقيت عاوتاني غير تنبكي ومع انا بطبيعتي بكايه. قال لي شوفي راني بخير، غير لقاو عندي واحد المصرانه الزايده واحد الفيروس في الريه، فما تخلعي من والو، راه كلشي ساهل، راه غادي نبرا غير بالدواء. تيقتو ورغم انه احساسي داخليا كان تيقول لي بلي انه شي حاجه ماشي تلهيه في داك السيد. وسبحان الله لغد ليه بالليل ماما كانت حدايا ناعسه، وانا متكيه في بلاصتي، وانا داك كان عندي الميسنجر ديالو في التليفون ديالي، غادي ندخل غير صدفه لواحد الجماعه ديالو مع واحد صاحبو واحد عشيرو، وغادي نسمع اوديو تيقول لي فيه بلي عشيري راني في السبيطار عيان واحد شويه، ورا لقاو عندي السرطان تاع الدم. تصدمت، حطيت يدي على فمي في الظلام، وبقيت مبلقة عينيا مصدومه واحد المده شويه. غادي نوض لواحد البيت خاوي وغادي نصيفط ليه ميساج، فلان قولي اش ما عندك بلا ما تكذب عليا، راني سمعت الاوديو ديالك. وبقيت تنبكي عاوتاني، ويا لها من صدمه، وهذه غادي تكون صدمه العمر ديالي. لا ما تخافي والو، راه سرطان وليني انا في المرحله ديالو الاولى، هذا واحد المرض اللي ما تيقتلش، وانا راه بخير، عطوني غير الدواء خاصني نشربو ونولي بخير ونرتاح. في بلاص ما نواسيه هو اللي بقى كيواسيني وكيعطيني الامل. طلب مني انني ما نكثرش عليه وما نحكرش بزاف، حيتاش محتاج انه يرتاح. ولكن انا ذاك كنت غادا غير بقلبي، تنبقى كل ساعه معيط عليه، كيف داير؟ لاباس عليك؟ شنو كدير؟ واش شربتي دواك؟ وانا كنت خايفه عليه، والعار جهان، راني محتاج غير نرتاح، عطيني غير شويه ديال الوقت. بقينا غاديين بحال هكاك تنسول فيه، وهو متبع التحاليل ديالو كلشي كان بخير. واحد النهار دخل الطوموبيل ديالو باش يكون مرتاح في الكلام معايا، وغادي يبقى تيشرح ليا بشويه بشويه ها المرض ديالي، ها كيفاش داير، وها علاش تيجي، وبدا كيشرح ليا التفاصيل باش يفهمني وبلي خصو متبرع، وها النسبه ديال العيش عنده ونسبه ديال الموت ونسبه ديال العقم. المهم بقات حالته مستقره، وديما تنسول فيه حتى غبر واحد 3 ايام عليا، ما قدرتش نصبر وغادي نتواصل مع صاحبو، وقال لي بلي انه خسر ليه التليفون وراني تلاقيت به اليوم ورا لاباس عليه، باش غادي ندوز لعندو غادي ندوزو ليك. انا تيقتو، ولكن بقى ليا واحد شويه ديال الشك، ولقيت بلي انه التليفون ديال فلان تيصوني وهو ما تيجاوبش، فدخل داك الكلام ديال صاحبو لراسي بلي انه هذيك هي الحقيقه. بقيت نتسنى فيه حتى غادي يصيفط ليا داك الدري من جديد، انا فلان واش عندك النمره ديال اختو؟ غير هو قال لي هذا الكلام قفزت من بلاصتي، وبقيت كنسول علاش ياك لاباس؟ سمعي اختي فلانه راني ما عندي ما نخبي عليك، راه عيان بزاف وعنده مشكل في الدماغ. انا تلفت، هو تيهضر والصوره نتاع شنو تيقول ليا ما واضحاش ليا في دماغي، اش جاب مشكل في الراس وخصو يدير عمليه لهذا المرض؟ صيفط لي النمره ديال خوه وعاود تحيت لخوه، انا مزوقه فيك. وبقيت كنزوق فيه يقول لي شنو واقع وانا تنبكي، قال لي قطعي تنعاود نعيط لك. عمر ماما ما عرفات شنو تيطرى ليا فاش تنبكي، حتى داك النهار مشيت تكبيت عليها وكنشهق وكنعاود، مالك ياك لاباس؟
فلان مريض وها حالته كيف دايره وها كيف دايره. بقات كتصبر فيا الله يسمح لي منها. مشيت عند صاحبتي مباشره اللي عاشت معايا جميع احداث هذه الحكايه وواساتني. ها هو خو غادي يعيط ليا، قال اختي لاباس عليك هانيه ما عندي ما نخبي عليك، راه فلان عنده امل ديال 5% انه يعيش وراه ما بين الحياه والموت. انا غير ساكته وتنقول ليه اه، راه طرطق لي واحد العق في الراس، اه راه في كوما، اه هادشي اللي كاين هاد الساعه دعي مع اختي بزاف. تقلبات الدنيا في عينيا وغير تنبكي، كيفاش داك السيد اللي كنت تنبغيه بزاف وكتحلمي معاه جهان وكتشوفي معاه شلا حوايج في حياتك ودوزتي معاه المرار غيوقع ليه بحال هادشي؟ ما تقبلتش هادشي اللي توقع، مشيت بعيد وليت تنشوف غير الموت نهار مور نهار. غادي نمشي عند مو اللي عشنا مجموعين جنازه بلا جنازه، هو في الغربه وحنا كنتشواو بعاد عليه، وليت كنمشي كنجلس معاهم وكيجيو لعندنا صحابو تيقولوا لينا راه باقي في كوما ولاني راه كيتجاوب معانا واخا مازال ما فاق 5 ايام 10 ايام 20 يوم مازال ما فاقش. حتى النهار 25 عاد قدر يحل عينيه وبدا كينطق شي شويه. كنتسناو فوقاش انه توصل غير ديك العشيه ديالنا حيتاش انا داك كتكون الصباح ديالهم باش نقدروا ندويو معاه ونعرفوا المستجدات ديالو. كنت عايشه الرعب، كنوض كندير قيام الليل وكندعي يا ربي يا ربي ما تحرمنيش منه، يا ربي ما تهرسنيش فيه، يا ربي راني متعلقه فيه بزاف، يا ربي راني ما غاديش نعرف نعيش بلا به. جات المرحله فاش انه حل عينيه وتقد، ولاني الجهه اليسريه ديالو كل هاد الشلالات ديالو وما بقاش كيحرك يديه ولا رجليه. وقالوا لي الاطباء بلي انه عندك مده ديال من 6 شهور حتى العام باش يلاه تسترجع الصحه ديالك باش انك تمشى وتعاود تكلم الى ما اخره. لكن بالقدره الالهيه قدر يهضر ويتمشى في اسبوع، ولكن عينيه اليسرى كان مازال ما بقى كيشوف فيها. غادي يدير شويميو وغادي يطيح ليه شعره، ويا على الم ومعاناه ومن ماساه عشتها معاه. من بعد مده اول مره غادي ندوي معاه بفيديو وسولته واش انت شي شويه، فبدا كيدير ليا حركات بلي انه مزيان وبقى تيشوف فيا وراني قلبه وقال لي راكي هنا. بداكشي اللي شففت عينيا واللي عمرني ما تخيلته وخصوصا مع شي حد اللي تنبغيه غادي يطيح ليا الطونسيون، وسخفت وداتني ماما للسبيطار وطحت واحد الطيحه اللي كانت خايبه اللي غادي نمرض فيها، ولكن ما استسلمش حيتاش كنقول بلي انه خاصني نكون بخير على قبله. غادي دوز 3 شهور في السبيطار وخرج من تما وبدا كياكل مزيان وصحابو كانوا كيتهلاو فيه حتى ولا حسن من قبل كاع ما يكون كاع مريض، ولا بخير وفرحنا ورجع الامل والفرحه برا، ولا كيخرج وكيرجع نوعا ما لحياته. ولكن العمليه كانت ضروري انه خاصو يديرها باش انه يمشي منه المرض، خاص يشوف شكون اللي يعطيه النخاع، شاف شكون اللي غادي يكون مطابق ليه من خوتو والام ديالو، ولقى بلي انه ما مطابق ليه حتى شي حد من غير ماما. وفي هذا الوقت غادي تبدا من جديد صحته كتدهور لدرجه انه كان كل مره تيمشي فيها للسبيطار كيصوني عليا وتيقول لي راني كنحس بالموت، تيجي واحد الالم في المفاصل ديالو كاملين وتيخدروه باش انه ما يحش به. عشت معاه الالم والامل، تقهرت في قلبي وتنقول يا ربي غير يسالي هذا الشيء ويكون شي حل لانه عييت من انني نفكر اليوم غادي يصبح حي ولا غادي يصبح مريض ولا غادي يصبح ميت. وفوق هذا الشيء وسط علاقه معلقه فيها ما انا ما مخطوبه ما انا مزوجه، والناس قهرونا بالاسئله. غادي تدهور حالته بزاف في الوقت فاش لقاو بلي انه مو مطابقه معاه، غادي تصوب الوراق ديالها ودفعات الفيزا ديالها باش انها تمشي عند ولدها تبرع ليه، ولكن صحته انذاك ما كانتش كتسمح ليه انه يدير حتى شي عمليه، حتى كتب الله وقالت ليه الطبيبه بلي انه جربنا معك فلان جميع الحلول اللي وصل ليها الطب وجميع الدوايات وما بقيتيش كتجاوب مع حتى شي حاجه، ما بقاش عندك علاج من غير انك تمشي لدارك ونصيفطوا معاك شي فرمليه انها تقابلك، ولا غادي نصيفطوك لواحد السبيطار فيه ناس اللي هما ميؤوس من الحاله ديالهم. جاوه من الاخر غادي يطلبها بلي انه بغى يموت في بلاده، وصلت عند امه وجابته بحكم انه هاد المدينه صغيره وما فيهاش شي سبيطار اللي هو مجهز باش انه يتلقى فيه العلاج ديالو، كانت عندهم الدار في مدينه كبيره فين غادي يمشي يجلس فيها. فطلبت من ماما انها تخليني نمشي لعندو، مشيت مع خوتو تلقينا ليه في المطار. واش غادي نقول لكم، ويا على القدر فاش ما تنعرفوش اشنو مخبي لينا، كيفاش مشى داك الانسان وكيفاش رجع، كيفاش نويت نتلاقاه وكيفاش لقيتو داك النهار. الملامح ديال وجهه بالمرض ما بقيتش كنعرفهم، ما بقيتش عاقله حتى عليه. جا في كروسه وعكاز
ونظاظر ديالهم كحلين مرض نهشو وشرفو وهو يلا عنده 26 سنة. سلمت عليه وانا في صدمة. وصلنا للدار وجلست معاهم، دارهم اللي كاينة في المدينة الأخرى اللي كانت ديما عامرة بالناس كيجيو كيشوفوه، ولحسن الحظ أنه ديك صاحبتي غادي تجي تونسني في دارهم. بقات كتعاوني لأنه كنت قنطانة ومضغوطة بهادشي اللي لقيت راسي وسط منه، كنت نحس بواحد الإحساس اللي هو خايب بزاف. داز أسبوع وأنا معاهم من غير ما ندوي لكم على الشقة اللي داز عليا والصهير والألم الداخلي اللي كانت ينهش فيا كل ليلة، والغوات اللي كنت كنسمع من طرف مو كأنني راني شي عروسة عندهم في الدار أو لا رسميا راني تزوجت به. عشت بزاف ديال الحوايج اللي تيهرسوا الخاطر، ودخلت في صراع ما بين الأحاسيس ديالي وما بين المنطق. هو غادي تزاد عليه الحال وكانت كتجي السخانة، وكنت نوقف عليه بالليل وكنعاونو إذا بغى شي حاجة. وأكيد أكيد وسط هادشي كامله ما كانش شي حاجة زعما خايبة ما بيني وما بينه. هو غارق في المرض ديالو وأنا دخلت في واحد الدوامة واحدة أخرى معاه، ما بقيتش نتيقنا من الأحاسيس ديالي. المهم وقفت معاه وراضية تمام الرضا، حيت في هاد اللحظات وليت كنحس براسي أنني كنأدي غير واحد الواجب اللي هو إنساني وديال العشرة. وخا عائلته كان كيبان ليهم باللي انا داكشي راه كان مفروض عليا وخاصني نديرو، ولكن كلشي كان فيه خير. غادي ندخل السبيطار وغادي يبدا كيغوت بالالم، وما عمرني ما غادي ننسى الشوفه ديالو ولما كان تيشد ليا في يدي اللي تيزيرها وتيبقى تيقول لي عافاك عافاك عافاك. ما عرف شنو كان باغي يقول لي، تيقول لي غير عافاك عافاك. داز داك النهار مشيت لدارهم، الغد اللي جات عندي صاحبتي اللي شدينا طاكسي انا وياها ومشينا عنده السبيطار اللي كان عامر بصحابو. لقيته مسرح رجليه وتيشوف في السماء، وواحد الصبع ديال الشهاده هزو وغير تايئين من الالم. ويا شحال بكيت، كنت غادي نموت من المنظر اللي لقيته فيه. سالت وقت الزياره وجات الام ديالو اللي خصها تبات معاه، وطلبتنا اننا ما نخليوهاش. فبقيت انا وصاحبتي معاها، خدمت ليه صوره ياسين في التليفون، كنت جالسه حداه في الكرسي، وامو كانت متكيه في واحد الباياس، وصاحبتي كانت جالسه في واحد الكرسي واحد اخر حدا الشرجم، حتى كنسمعوه واحد شويه كيتزير كنشوف فيه. والسيناريو ديال شنو دوزت معاه كله كيدوز ما بين عيني، تنشوف وكنقول سبحان الله العظيم، شوف الاقدار كيفاش دايره وفين وصلتنا. فهاد اللحظه غادي نسمع السكات، شفت في صاحبتي وفمو وبدينا كنشوفو كرشو كتنقز وكترجع، وسبحان الله كيفاش الروح كانت كدير باش تخرج. انا غير مصدومه من المنظر اللي كنشوف. مو بدات كتغوت، ولدي تيموت تيموت. انا كنعيش الصدمه ديال العمر ديالي من جديد، قصه سنوات اللي كنت كنتسنى بفارغ الصبر انني ندخل فيها طول وعرض، وكان الامل ديالي فيها انها تسالي بفرحه، سالت بواحد الحزن اللي هو عميق. حسي سالت بهذه الطريقه اللي ما كنتش متوقعها. دوزنا العزو، وكل مره كنت كنمشي لقبره كنبكي حتى كنشبع. قلبي تحرق بهذا المعنى لانه كنت كنحس بالحريق ولا اني الاعتراض على قضاء الله. مور هذا الشيء كامل اللي وقع كاين اللي قال ما على حالتها، وكاين اللي قال مسكينه بقات فينا. واكيد وسط هذا الشيء كامل دخلت وسط واحد الحزن اللي هو عميق، وكنشوف الامل اللي تهرست لي قدامي في ديك اللحظه. صافي بسيت على جبهته خرجت وانا ساكته. صافي جاتني صدمة، كم مرة كنقول لصاحبتي هادشي وقع، بس نضحك نقول لا لا هادشي لا 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 ما ماتش، كتقول لي الا مات، وبقى نبكي نبكي بالغوات. صافي واحد شوية نبقى نقول الحمد لله ونسجد الله ونقول ونبقى نغوت يا ربي الحمد لله اللي عطيتيني هادشي يا ربي الحمد لله، وانا في صدمة. وراكم عارفين الجو ديال العزام اللي الله تيموت شي واحد خوتو تيبكي وامو كتعنق فيه وكتبكي مدة اشهر، ما بغى لا ناكل ولا نشوف حتى الضو، حتى غادي نلقى ناس اللي غادي يوقفوا معايا وغادي يخدموني. وتلفت الوقت باش انني قدرت ننسى، جا رمضان وغرقت في العباده حتى رضيت. ما نسيتوش ولا اني رضيت بهادشي اللي عطاني الله. حاجه واحده باش بغيت ننصحهم، كنتمنى من كل وحده خصوصا في هذا الزمن هذا وهذا الجيل الزمن ديال الفتن، ولا عندنا تصاحب عادي تصاحب ما عرفتش كانه شي حاجه عاديه، لا راهو ماشي شي حاجه اللي عاديه. كنتمنى من كل بنت غادي زعما غادي تسمع لهادشي اللي غادي تعاوديه، شي وحده ما تدخل في شي علاقه اللي غير شرعيه واللي ما غاديش ترضي الله. كل وحده تديها في الكارير ديالها، اللي كانت كتقرا تديها في قرايتها، اللي كانت كدير شي حرفه ولا شي خدمه تديها في الخدمه ديالها ولا في الحرفه ديالها، احسن ما تضيعي وقتك في واحد العلاقه اللي حرام بينك وبين الله، وكتستنزف ديك الطاقه الروحانيه الايمانيه اللي بينك وبين الله. اقسم بالله الا كتستنزف منك واحد الطاقه
عجيب وكتعيشي حياتك الشؤم وكتعيشي كتعيشي التعاسة بهداك الشيء اللي كتعيشيه كل نهار، حيت بحال العظمة الفطرة ديالنا كتعرف بلي الحاجة حرام، خصوصا ملي تيكون باقي عندك هذاك الضمير اللي تيعذبك. انا والله العظيم فاش كنت في هذيك العلاقه، وطول المده اللي كنت انا في هذيك العلاقه مع داك السيد الله يرحمه، الى يوميا كل ليله كنبكي. علاش؟ حيت انا عارفه بلي داك الشيء حرام، حيت انا عارفه بلي داك الشيء ما غاديش يوصلني، وكنبكي وكنبقى نطلب الله يسمح لي، واخا انني ما كنتش كندير شي حاجه زعما اللي غاب وخايبه بزاف، ولكن مع ذلك كان ضميري تيأنبني بزاف، وكنقول علاش انا كندير هذا الشيء وهذا. وفي الاخر لقيت بلي إذا كان مكتب ليك واحد الإنسان في حياتك، راه بلا ما تدخلي معاه في شي علاقة اللي ما ترضيش الله واللي خايبة، راكي غادي تزوجي به. الأحسن تمسكوا بالجانب الديني ديالنا اللي هو الجانب الحق في حياتنا، تمسكوا بالله، نصلي ونقرأ ونصلي ونديروا سبور. إذا كانوا مازالين والدك حيين تهلاي فيهم، برب والديك، ماشي اسبك هو تغوتي على امك ولا على باك. الله يسمح لي، كنت انا كندير هاد الحاجه ملي كنتعصب ولا شي حاجه، كتقول لي ماما مثلا شي حاجه بسيطه كنرفع صوتي ولا كنتعصب، ولا علاش على شي واحد اللي مازال هو غريب، هو شخص غريب في حياتي وما عرفتش واش انا وياه غنوصلوا شي حاجه ولا اصلا ما غاديش نوصلوا ليها، ولا وصلنا ليها ما غاديش تبارك، ما غاديش تعيشها بحلاوتها. ربي غادي يجيب لنا اللي فيها الخير ان شاء الله، ربي ما غاديش يخيبنا ان شاء الله. مهما عانيتي اختي، ومهما قصيتي، ومهما انك بغيتي تزوجي، بغيتي مثلا تبعي واحد الطريق اللي حلال، ربي راه غادي يجيبها لك. ولكن من الاحسن تفادي هذيك الطريق، من الاحسن تديها كما قلت في قرايتك وتمسكي بطريق الله وديري حوايج اللي غينفعوك في حياتك. اما الزواج ان شاء الله راه غادي يجي. وانا دابا الحمد لله راني عايشه بخير وعلى خير، والام ديالي اخيرا مشات عند الاب ديالي وتجمعوا، انا فرحانه بزاف، وخا انني دابا عايشه بوحديتي، ومره مره كنجلس بوحدي وكنقنط وتيبقى فيا الحال، ولكن فرحانه لان ماما تجمعت مع بابا. ايوا الدريسه اللي بغيتك توصليها للبنات، الله يجازيك بخير، شكرا بزاف. هذه كانت حكايتنا الليلة. الله يرحم هذا الشخص، الله يصبر العائلة ديالو، وحسنتي الله يصبرك، الله يعوضك خير إن شاء الله، وأي حاجة ربي تيديرها إلا وفيها خير لنا، هذه دائما كنأمن بها. فخذوا كلام جميل صاحبة الحكاية جهان على مشاركتنا القصة ديالها. دمتم في رعاية الله وحفظه، نتلقاو في مقاريب. سلام سلام.